خلينا نروح لموضوع يعني ربما مرتبط بهذا الأمر، وهو أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أعلن عن تقديمه لعدد من الفرص لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها للحصول على منح دراسية جامعية لمدة 4 أو 5 سنوات ممولة بالكامل لرسوم الدراسة. ده هيتم بالشراكة مع 7 جامعات مصرية متميزة في مجالات العلوم الأساسية والتكنولوجيا. خلينا نتعرف أكتر من الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اللي معانا على الهاتف مباشرة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. يعني في البداية أنا عايز أتعرف على صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ما هو هذا الصندوق؟ ماذا يقدم من خدمات؟ ولماذا يعني أراد أنه هو يخش في موضوع المنح الدراسية لعدد من طلابنا المتميزين؟ صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أنشئ بناء على توجيهات سيادة الرئيس بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب والنشأ. فمن الاسم بتاعه يتضح الهدف أن هو شريحة معينة هي الشباب والنشأ بشكل عام، يتم التركيز عليها، تبني أفكارها، استكشافها، دعمها، رعايتها، تمويلها، وتطبيق افكارها لانها تبقى في منتج ليه مردود اقتصادي يفيد الدوله ويفيد الاقتصاد بتاعها. الجزء الاساسي من مهام الصندوق برضه هو تقديم منح للطلاب المبتكرين والنوابغ من الشباب والنشأ، وده ليه السبب ان الصندوق مكلف بهذا في قانون انشائه، وبالتالي هو بينفذ الاختصاصات اللي الدوله كلفته بيها في تقديم هذه المنح. ابتدينا لما نيجي نبص على تقديم المنح، احنا مختصين بالطلبه المبتكرين والنوابغ. ربما في جهات تانية بتقدم منح كثيرة في مجالات أخرى للمتفوقين دراسيا، فالتفوق شيء، النبوغ شيء، المبتكر شيء، المخترع شيء. فإحنا النهاردة بنتكلم على قطاع معين، النابغين في مجالات العلمية المختلفة والمبتكرين. عشان كده إحنا ابتدينا نتناقش مع 7 جامعات متميزة في البرامج الدراسية بتاعتها، لها طبيعة خاصة، لها إمكانات معملية جيدة، لها خبرات في هذا المجال، وهي جامعة زويل وجامعة النيل والجامعة اليابانية، بالإضافة ل4 جامعات الأهلية الجدد العالميين، والجامعة سلمان وجامعة الجلالة والمنصورة الجديدة. هايل. طيب يا فندم اتفضل كمل. اتفضل. ابتدينا نركز على برامج متميزة في هذه الجامعات، ليست كل البرامج اللي بتقدمها، شفنا مجموعة البرامج واخترنا منها المجموعة اللي هي تنمي النموذج واللي الدولة محتاجاه من مجالات تساعد على نقل التكنولوجيا وتوطين التكنولوجيا في مصر وتعميق المنتج المحلي. طيب يا فندم، هي ايه شروط الحصول على هذه المنح؟ شروط الحصول على هذه المنح يكون الشخص حاصل على الثانويه العامه او ما يعادلها بشكل اساسي، بيتقدم للجامعه، احدى الجامعات الـ7 اللي احنا ذكرناها مباشره، بيستوفي اجراءات التقدم، متطلبات التقدم واجتياز الاختبارات اللي بتحطها، والجامعات دي بتحط اختبارات مش بس في اللغه بل في التفكير النقدي، في بعض المهارات اللي بتضمن مدى نبوغ الطالب وتميزه في الدراسه. اللي بيستوفي هذه الشروط من الجامعه بناخد الاعلى فيهم في الترتيب. الصندوق بيعمل اختبارات ثاني وبناء على الملف برضه الشخصي، الطالب حصل على ايه من شهادات تقدير او جوائز في المسابقات الدوليه او المحليه تفيد نبوغه في العلوم، حصل على ايه من المسابقات الدوليه والمحليه تفيد نبوغه وتميزه في مجال الابتكار، بنبدا نعمل لهم امتحانات اضافيه ثاني تقيس مستوى الابداع ومستوى الذكاء عنده، بحيث بناخد الطب من اللي تم قبولهم في الجامعات، هم دول اللي بيحصلوا على المنحه كتكمله من الصندوق بالشراكه مع الجامعات. الجامعه بتحمل 50% والصندوق بيتحمل 50% من المصاريف الدراسيه للمنحه، ودول هم بقى الشباب اللي احنا يعني بنبني عليهم او الواعدين المبتكرين بتوع الغد ان شاء الله. طيب احنا يعني بعد ما بنمول المنحه وبعد ما بينتهي الطالب من الدراسه، هل احنا بنتابعه ولا الموضوع يعني بيقتصر فقط على تمويل هذه المنحه وخلاص بنشيل ايدينا؟ المفروض يا فندم طبعا ان احنا بنعمل كده، وده الهدف بتاعنا. أيوة. ان احنا نبدا نتابعه حتى اثناء الدراسه ببرامج تاهله هو كطالب ازاي رائد اعمال، ازاي يخرج بافكار جيده تخليه يبدا يعمل شركه ناشئه، وهو ده التوجه العالمي والتوجه اللي في مصر بشكل خاص. عظيم. هذا بالشباب مش بس التوجه لوظيفه ثابته او لكذا، لا، ازاي يبقى مبتكر، ازاي يبقى عنده افكاره،
ازاي يبقى عنده مشروع ويتعلم ازاي رياده الاعمال قبل ما يتخرج. طيب يا فندم، يمكن احنا بنتكلم انه مده الدراسه حوالي من 4 لـ5 سنوات، هل في شروط لاستمرار حصول الطالب على هذه المنحه خلال مده الدراسه؟ بالطبع يا فندم، يعني احنا طبعا بنعمل المعايير اللي بنجتهد فيها في الاول في الاختيار، ولكن في بعض الطلاب بيتم استمرار تفوقهم وفي البعض بيخفق زي ما حضرتك عارف. فمهم جدا ان الطالب يستمر في التفوق طبقا للقواعد اللي بتحطها كل جامعه عشان يستمر الصرف من الصندوق ومن الجامعه بالشراكه على المنحه، مهم جدا انه يستمر في التفوق بتاعه. طيب حضرتك يعني ذكرت عدد من الجامعات، ممكن تذكر لي يعني اهم الكليات اللي الصندوق بتاعكم بيراهن عليها واللي هي ربما تكون متواكبه مع يعني تمويل الصندوق وفي نفس الوقت بتكون متواجبه مع قصه رياده الاعمال وانك تطالع وانك تطلع يعني انتربرينور او رائد اعمال يقدر ينشئ شركته؟ زي ما حضرتك تفضلت، رياده الاعمال ممكن تبقى في مجالات كثيره. صحيح. وفي جهات كثيره في الدوله بتتبنى رواد الاعمال، لكن احنا بنختص كصندوق مجال الابتكار التكنولوجي. فاحنا بنهتم بالعلوم والتكنولوجيا كقطاع نختص به، لكن هذا لا يمنع زي ما حضرتك تفضلت فيه اماكن كثيره تقدر تتبنى في المجالات الثانيه، فاحنا مختصين بهذه العمليه، مهتمين بها التنميه فيها، فاحنا عشان كده بقى الكليه في مجال العلوم والهندسه والتكنولوجيا بشكل شخصي، لان في احتياج كثير للدوله فيه خلال السنوات القادمه، وفي تطوير التكنولوجيا ده جزء اساسي فيها، فده القطاع اللي احنا مهتمين به مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسه. طب يا فندم، حضرتك ذكرت انه في اختبارات ومعايير للقبول. هل الاختبارات يعني يمكن من طالب لطالب، في طالب ممكن يكون متفوق في جانب معين او متميز في جانب معين وجانب اخر لا، هل بيتم مراعاه القدرات الخاصه بكل طالب؟ بالظبط يا فندم، عشان كده الامتحانات والاختبارات اللي بتتعمل في الكليه في الجامعات بدايه كمرحله اولى للتقدم هي بتراعي المجموع في جنب ومدى مروره واجتهازه للاختبارات في جنب، يعني مش فقط المجموع اللي حصل عليه في الثانويه العامه، ليه تقدير وليه اعتبار اساسي، ولكن جنبه اجتيازه للاختبارات اللي هي بتعبر عن قدراته الذهنيه وقدرات التفكير والتفكير النقدي ومجالات مختلفه تطمن ان الطالب ده هيبقى متميز في الدراسه. كذلك الحال يبقى المرحله الثانيه بعد ما بيمر من اختبارات الجامعه بيمر من اختبارات الصندوق برضو عشان نختار من افضل اللي تم اختيارهم كمان في الجامعه. طب انا لو طالب النهارده في ثانويه عامه وعايز احصل على المنحه دي اعمل ايه؟ يقدر على طول مباشرة يتوجه إلى البوابات بتاعة التقديم للسبع جامعات، جامعة النيل والزويل والجامعة اليابانية، كل واحدة فيهم لها بورتال خاص بيها، بوابة خاصة بيها يقدر يقدم من خلالها طبقا للبورتال فيها. الأربع جامعات الأخرى لهم بوابة مشتركة، البوابة دي بيقدر يقدم منها كأنه زي ما بيقدم للالتحاق بالجامعة بشكل عام بدون منحة، فبيقدم يستوفي متطلباتها من خلال البوابه دي ويجتزئ الاختبارات اللي بتحددها الجامعات في التوقيتات اللي هي بتحددها. وبعد ما بيجتزئ بيتم ترتيبهم، واحنا بنتعامل مع اعلى الترتيبات المتقدمين وبنبدا نستكمل معاهم المرحله الثانيه للتقييم في الصندوق. صحيح، يعني اظن كده الرؤيه واضحه، واعتقد انها يعني فرصه مهمه جدا لكل طلبه الثانويه العامه ان هم يلتحقوا ب مش الكليات دي بس، يعني يلتحقوا بالمنحه كامله وبالصندوق نفسه اللي يعني هيعد يعني مظله لكل الباحثين عن التميز. الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعايه المبتكرين والنوابغ، بشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح.